ديش ايش العلاقه بينهم. فاحنا هلا عمالنا بنقول انه عندي في عندي هذا له افريج الراوند تريب تايم لها افريج هاي هاي القطعه الكبيره والقطع الصغيره هذول هي الانترفلز. اوكي شو راح تكون العلاقه بين الراوند تريب تايم والانترفل وعدد المصاعد؟ هلا لاحظوا هي هذا اجى الاحمر من هون مزبوط الاحمر غاب فتره ورد رجع. هلا لو حاولنا الرسمه هاي نرسمها بشكل ارتب من هذا وتكون كلها كونستنت عشان تبين راح احاول ارسمها بالشكل الثاني راح ارسم نفس الشيء احمر واخضر واسود بس راح ارسمها بشكل مختلف شوي عنهم. راح اجي ارسم هاي الاحمر اول واحد راح ارسمها كانه شو كل شيء كونستنت ما فيش عندي الراندوم تبعت الديستنيشنز اللي حكينا عنها هاي الاحمر بعدين مين اجى الاخضر واخر واحد واضح شايفين انا شو فرضت هون فرضت انه تاو كونستنت والانترفال بتطلع كونستنت وشو كمان فرضت الفيز تبعهم بيرفكت والديستنيشنز نفسها بس حتى نقدر نطلع منها الهاي وين الراوند تريب تايم الراوند تريب تايم هون نفسها فبقدر اخذها من المغادره للمغادره مش هاي هي الراوند تريب تايم حتى راح احطها ار تي تي لانها كونستنت في الحاله هاي او ارد اخذها للمغادره اللي بعدها هاي كمان عندي هون ار تي تي او المغادره اللي بعدها اللي تقريبا راح تكون هون ار تي تي وهذول كلهم متساويين اوكي وين الانترفال بين المغادره والمغادره وراح افترضها كمان انها كونستنت المغادره والمغادره هون ايش بتلاحظوا مجموع الانترفلز بيساوي الراوند تريب تايم. إذن شو العلاقة بين الراوند تريب تايم والانترفل؟ ال أو الانترفل بيساوي الراوند تريب تايم مظبوط؟ إذن هذا بجاوب السؤال اللي سأله. عندي هون أنا ما بدي انفينيت عدد انفينيت ليش؟ لأنه بعد فترة معينة في واحد منهم خلص ورجع. ما خمس دقايق ما راح تاخذوا خمس دقايق حتى يروح ويكمل مزبوط يمكن تاخذوا مثلا خلينا نقول خمس دقايق كم ثانيه 300 لو كل مصعد الراوند تريب تايم تبعته عم تاخذ 100 سكند اذا شو راح يصير بالخمس دقايق راح يروح 100 سكند ويرجع والثاني راح يروح 100 سكند ويرجع والثالث راح يروح 100 سكند ويرجع خلال خمس دقايق كل واحد بنعمل جيرني اوكي ماشي واضح للهاي لكن قديش صار عندي الزمن بين مغادره مصعد والثاني اذا عندي 100 سكند وعندي ثلاث مصاعد بين الواحد والثاني شو راح يكون 33 سكند 33 وثلث اذا هاي المعادله مهمه وعلى اساسها هلا نطلع على المعادله هاي مره ثانيه خلينا نشوف اليوزر ايش بعطينا وايش اليوزر ريكويرمنتس احنا عمالنا بنقول اليوزر ايش راح يعطيني راح يطلع هلا راح يطلع معي راوند تريب تايم ار تي تي اللي هي تاو افرج وانا في عندي اي ان تي تارجت مين بعطيني اياه اليوزر اليوزر بعطيني اياه اليوزر بقول لي هذا هو الانترفل اللي بدي اياه لانه هاي كواليتي اوف سيرفيس اذا هون في عندي رقم اللي هو راح نسميه اي ان تي هلا انا كديزاينر ايش بدي اطلع عدد مصاعد اذا ال بدها تساوي ار تي تي على انترفل بس هذا ممكن يطلع رقم كسر شو بدي اعمل فيه بقدرش اشتري ربع مصعد بقدر اشتري ربع مصعد او ثلث مصعد ايش بدي اعمل هاي المعادله الصحيحه في شويه خساره انا خسرتها هون لانه انا كان بدي 2.7 اضطريت اجيب 3 بس الاصح اني اعمل سيلينج من اني اعمل فلور لو عملت فلور شو بصير بصير اسوء فبيطلع معي الاكتشوال هلا هون بيطلع معي انترفال اكتشوال شو بيساوي الفعلي اللي بيطلع معي فعليا بعد ما اخترت عدد المصاعد شو بيساوي واضح فاهمين الفكره انا عندي راوند تريب تايم انا اخترت ال الان ثبتت ال معي معروف صار عندي مثلا ثلاث مصاعد وعندي ار تي تي بتساوي قيمه معينه شو راح يطلع الانترفال اللي انا بحققه ار تي تي على وهذا راح يكون دائما لاني عملت سيلينج من هون راح يكون اقل من
انترفال تارجت. الكل فاهم ليش اقل؟ لاني شو عملت هون؟ سيلينج. لو اني عملت الفلور هون شو كان بيطلع؟ اكبر. اوكي؟